إذن متابعينا الكرام كما كتابعوا هذا المباشر متابعينا الكرام تتابع قناة شو سبور من قلب ملعب صنيعة رمل أو استاد صنيعة رمل أو ملعب لايبيكا كما يحلو لي جمعة تكون منادات عليه. فدخول لاعبي فريقين لا فريقي مغرب أتلتيك تطوان مستقبل ولا فريق أولمبيك أسافي الأرضية الميدان من أجل إجراء الإحماءات أو التسخينات الضرورية قبل انطلاق المقابلة أو قبل بداية المقابلة. فطبعا يعني وجوه جديدة على تشكيلة فريق مغرب تطواني كما كتبوا معنا متابعينا الكرام. مغرب أتلتيك تطوان اللي أخيرا يعني كيتمكن أنه يأهل اللاعبين ديالو. وطبعا يعني كنشوفوا تغيير في التشكيلة تغيير جذري كما يعني كتشوفوا يعني اللاعبين الجدد يعني حاضرين في هذه التسخينات هذه وحاضرين في التشكيلة ديال هذا اللقاء هذا. فنتمنوا كل التوفيق لفريقين معنا. إذا هذه نظرة على لاعبي فريق مغرب تطواني كما كتبوا معنا. كما كتبوا معنا في هذا اللقاء الاسماء الجديده اللي كتواكب التشكيله كل من ايوب مودن زيد كروش اللي كان يعني سالا كونترا وزاد مع فريق مغرب تطواني غتاهل لاعب بيلان ميغري كذلك لاعب محمد امين المهاجم اللي جام يعني من فريق الفتح وكذلك يعني المدافع الايسر يعني باقي ما توصلش الاسم ديالو. فهادو كلهم يعني اسماء جديده في هذه التشكيله ديال فريق مغرب تطواني في هذا اللقاء واللي غيخوضوا هذا اللقاء ديال اولمبيك. ننتقلوا معكم يعني هادو كذلك يعني اللاعبين الاحتياطيين ديال فريق مغرب تطواني بيدهم بدورهم يعني كيقوموا بالحمايات الضروريه يعني استعدادا على انهم يعني يكونوا في التشكيله او احتياطيين يعني في التشكيله في الشوط الثاني ولا على حساب اختيارات المدرب. إذن هذا جانب عوض لاعبي أولمبيك أسافي الاحتياطيين. هادو هما اللاعبين ديال أولمبيك أسافي الاحتياطيين دورهم معايا كيقوموا بالإحماءات استعدادا يعني من أجل إجراء مقابلة. وغنمشيو يعني جميع باش أننا يعني نوليكم يعني اللاعبين ديال اللي كيقوموا بتسخينات هذه المقابلة وفي هذا اللقاء. التشكيلة الرسمية لفريق أولمبيك أسفي اللي غيخوض في هذا اللقاء هذا أو غتبدا هذه المقابلة هذه في إطار الجولة الثانية من البطولة الوطنية إيمي موسم 2023-2024.
الحراس كيقوموا يعني بالحمايات اللازمه، وهم يعني حراس فريق اولمبيك اسفي. إذن هادو هما متابعينا الكرام متابعي قناة شو سبور، حماس ضروري يعني قبل انطلاق مقابلة اللي كيخوضوها يعني الفريقين معا، حضر يعني كافة اللاعبين ديالهم حتى اللاعبين يعني الاحتياط حتى ما كيدخلوا بدورهم انهم يقوموا بالحماية الضرورية. كنشاهدوا يعني ملعب سان يترم الغياب كما كنقولوا غياب شبه كبير للجماهير الاسطوانية، الملعب يعني مازال ما مملوءش على اخره يعني الصراحة امامكم، كذلك غياب اطراس الاطراس السيكونية اللي جمدت النشاط ديالها. وكمان المباشر المتابعين الكرام انك تتبعوا الاحماءات الضرورية يعني قبل انطلاق المقابلة، لا فريقين معنا فريق يعني اولمبيك اسفي ولا فريق المغرب تطواني، فريق المغرب تطواني هو المستضيف واللقاء كيتجرى على ارضية ملعب سميط. تنقل محترم جماهير المشفية لمدينة تطوان، كذلك يعني دورة احترت مدينة تطوان باش تساند الجماهير. هذه هي الاجواء ديال الاحماءات المتابعين الكرام اللي كيقوموا بها يعني ثاني يعني الاحماءات اللي كيقوموا بها يعني فريقين معنا، فريق يعني كما كنقولوا المغرب اتلتيك تطوان المستضيف ولا فريق اولمبيك اسفي الضيف اللي حال يعني زائر على فريق المغرب اتلتيك تطوان. ونتمنى هذه المقابله تعطينا الفرجه وتعطينا كل ما مرجو منها، وان شاء الله نشاهدوا اهداف وشاهدوا يعني لقاء فرجة يعني داخل أرضية ميدان وخارج أرضية ميدان، كذلك يعني من الجماهير حيت يعني كانت هناك يعني تحية متبادلة من طرف يعني الجماهير، لأن كيبقاو يعني علاقة أخوية ما بين الجماهير التطوانية وجماهير المشفية. هذا هو جانب من التسخينات الحمد لله
اللازمة الضرورية اللي كيقوموا بها يعني الفريقين معا الإحماءات الضرورية يعني قبل انطلاق المقابلة تجنبا للإصابات ومن أجل يعني اللاعبين يكونوا على أهبة الاستعداد لخوض هذا اللقاء. الحمد لله ترينا دورنتينا هو سنقول محترم لأنصار فريق أولمبيك أسفي اللي حاضرين في هذه المقابلة. كذلك هذا جانب يعني متدرب حراس التخينات ديال الحراس مهرمة إذن هذا هو جانب من الاستعدادات والإحماءات الضرورية اللي كيقوموا بها يعني الفريقين معا قبل بداية هذا اللقاء متابعينا الكرام. فشكرا على المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه من اللقاء جديد. فخليكم معنا في كل جديد وصغير كل جديد يعني كبير وصغير على قناتكم قناة شوف سبورت لنقل تفاعلين هذه المقابلة لحظة بلحظة وكل جديد يعني بخصوص هذا اللقاء. شكرا على المتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه من اللقاء جديد.